لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، من الأحاديث التي ذكرها الإمام النووي رحمه الله تحت باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحة من الشاة القرناء. رواه مسلم. الدال مفتوحة. لتؤدن الحقوق، عشان ده فعل مبني مجهول، مبني لما لم يسمى فاعل، يعني ليؤدين الله الحقوق إلى أهلها. إذا الفعل هنا مبني المجهول اللي هو مبني لما لم يسمى فاعله، عشان كده الدال مفتوحة مشددة مفتوحة. لا تؤدن الحقوق إلى أهلها. واللام هنا اللام اللي هي مؤذنة بالقسم، يعني تقدير الكلام، والله لا يؤدين الله الحقوق إلى أهلها. إلى أهلها يعني إلى مستحقيها يوم القيامة. فانظر لهذا التأكيد، يبقى هناك قسم مقدر محذوف تقدير والله، اللام دي لام الموطئة للقسم، النون دي نون التوكيد، لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة. حتى هذا حرف غاية، والمعنى إلى أن يقاد، حتى يقاد، إلى أن يقاد. يقاد يعني يقتص للشاة الجلحاء التي ليس لها قرن. جلحاء يعني ليس لها قرن. من الشاة القرناء أي التي لها قرن. إذن سيكون هناك قصاص حتى بين البهائم، ولكن القصاص بين البهائم قصاص مقابلة وليس قصاص تقليد، وإنما مقابلة، يعني مقابلة، قصاص مقابلة وليس قصاص تكليف. وهذا في البهائم، فما بالنا بالبشر. يعني إذا كان هذا في البهائم، شاة قرناء نطحت شاة جلحاء أي ظلمتها، فيؤخذ بحق الجلحاء من القرناء يوم القيامة. قصاص مقابلة، لأن هذه البهائم غير مكلفة، فيكون قصاص مقابلة تأخذ حقها. لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة. إذن كل إنسان له حق سيأخذه يوم القيامة. فيوم القيامة يوم القسط والعدل، لا يظلم فيه أحد سبحانه وتعالى عز وجل. كل إنسان سيأخذ حقه، المظلوم سيأخذ حقه. وإذا كان الأمر كذلك فعلى الإنسان أن يحذر الظلم، وإن كان عليه أو عنده مظلمة لأخيه فليسارع اليوم وليستحله منها.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نتحدث عن حجة الوداع، حجة الوداع أو حجة البلاغ، وسميت بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يودع الناس ويقول: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، والنبي بين أظهرنا أي بيننا. وهذه الحجة أيضا تسمى حجة الإسلام، لأنه لم يحج فيها مشرك. ولا ندري ما حجة الوداع حتى حمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، ثم ذكر المسيح الدجال. المسيح الدجال هذا لقبه، لأن عينه اليمنى ممسوحة. المسيح لأن عينه اليمنى ممسوحة، وقيل لأنه ممسوح من كل خير، مطرود مبعود، وقيل لأنه يمسح الأرض، وقيل لأنه يمسح الأرض يعني يقطعها في أيام معدودة، سرعته على الأرض سرعة الريح، ويقطع معظم الأرض. وإذا أطلق المسيح، يعني إذا قيل قال المسيح، فهو ابن مريم عليه السلام. أما الدجال فلا يذكر إلا مقيدا، يقال المسيح الدجال يذكر مقيدا. ثم ذكر المسيح الدجال فأطنب في ذكره، يعني وسع الكلام. الإطناب عكس الإيجاز، الإطناب هو بسط الكلام لفائدة، يعني الإطناب بسط الكلام لفائدة. فالرسول صلى الله عليه وسلم أطنب في ذكره، أي في ذكر الدجال، وبالغ في ذلك تحذيرا للأمة من فتنته، وقال: ما بعث الله من نبي إلا أنذره أمته، أنذره نوح والنبيون من بعده، وإنه إن يخرج فيكم فما خفي عليكم من شأنه فليس يخفى عليكم أن ربكم ليس بأعور. فالرسول صلى الله عليه وسلم علم أنه خارج في هذه الأمة. لماذا؟ لأنه ليس بعده نبي، فهو آخر الأنبياء، وأمته صلى الله عليه وسلم هي آخر الأمم، إذن هو خارج في هذه الأمة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بالغ في وصفه والتحذير منه صلى الله عليه وسلم. فما من نبي إلا وأنذره أمته، وإنه إن يخرج فيكم فما خفي عليكم من شأنه، يعني لو خفي عليكم شيئا من علامته فليس يخفى عليكم. هناك علامة بارزة جدا. إيه العلامة البارزة جدا؟ أن ربكم ليس بأعور، وإنه أعور عين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية. لأن الدجال لعنه الله عندما يخرج يدعي الربوبية يقول للناس أنا ربكم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لنا إن ربكم ليس بأعور سبحانه وتعالى. أما الدجال هذا إيه؟ أعور. الدجال أعور. وقد استدل السلف بهذا الحديث على إثبات صفة العينين لله عز وجل، على إثبات صفة العينين لله سبحانه وتعالى.
لأنه يقول إن ربكم ليس بإيه؟ بأعور. فهذا دليل على أن الله تعالى له عينان سبحانه وتعالى تليقان بكمال وجلاله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. وإنه أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية، طافية يعني بارزة، حدقة العين بارزة، كأن عينه عنبة طافية، يبقى عينه إيه؟ بارزة. ألا حرف استفتاح، وحرف الاستفتاح لينتبه لما بعده. ألا إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد ثلاثة: ويلكم أو ويحكم، انظروا. ويلكم هذه كلمة عذاب، ويحكم كلمة رحمة، وقيل هما بمعنى واحد. وويلكم وويحكم هذه منصوبة على تقدير فعل محذوف، تقديره إلزموا ويلكم أو ويحكم. لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. لا ترجعوا يعني لا تصيروا، ترجعوا هنا بمعنى تصيروا، فترجع هنا بمعنى صار. قاله ابن مالك في توضيحه. فالرسول صلى الله عليه وسلم يحذر في الحديث هنا من الظلم. إن الله حرم عليكم دماءكم، يعني لا تسفكوها بغير حق، وأموالكم لا تأكلوها بغير حق. وهنا الضمير ضمير جمع، لأن المسلمين كالنفس الواحدة، فلا يجوز لإنسان أن يقتل نفسه ولا أن يأكل مال نفسه، لأن هذا أخوه المسلم. كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعد كفارا. الكفر هنا المقصود به الكفر الأصغر، لا وكفر النعمة. لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، رواه البخاري وروى مسلم بعضه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين. متفق عليه. من ظلم قيد شبر، من ظلم قيد شبر، قيد معنى قدر، تخيل شبر، شبر. من ظلم قيد شبر من الأرض، يعني أخذ أرض أخيه ظلما، قدر شبر بس شبر، طوقه من سبع أراضين. أراضين جمع أرض، أي من الأرض السابعة. وذكر الشبر هنا إشارة إلى استواء القليل والكثير في الوعيد المدلول عليه بقوله طوقه. طوقه يعني يكلف نقل ما أخذه ظلما من الأرض إلى أرض القيامة. ويأتي به من أين؟ من سبع أراضين. شوف شبر ينزل لسبع أرض، ويأتي به كالطوق في عنقه. ده يبقى إيه ده؟ يعني لو فدان ده يبقى إيه؟ جايبه شايله كافر أبته زي الطوق، ولا فدانين ولا تلاتة، وتغلظ رقبته لأنه شايله جايبه من سابع أرض. طوقه من سبع أراضين.
ويكون طوقا حقيقيا في رقبته. نسأل الله العافية. وفي رواية خسف به إلى سبع أراضين. خسف به إلى سبع أراضين يعني ينزل يجيبه من سابع أرض، فيكون طوقا في عنقه ويعظم قدر عنقه. وهذا الحديث رواه أيضا سعيد بن زيد رضي الله عنه أحد العشرة المشهود له بالجنة، فقد خاصمته امرأة اسمها أروى في أرض، فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، يعني خاصمته في أرض، يعني ادعت عليه أنه أخذ إيه أرضا من أرضها. سعيد بن زيد رضي الله عنه من العشرة المشهود لهم بالجنة، فيقول لها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا شبرا من الأرض بغير حقه طوق إلى سبع أراضين يوم القيامة. ثم دعا عليها قال اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واجعل قبرها في دارها. فيقول عمر بن محمد عن أبيه فرأيتها عمياء تلتمس الجدر تقول أصابتني دعوة سعيد بن زيد، بينما هي تمشي في الدار خرت في بئر الدار فوقعت فيها فكانت قبرها. أخرجه مسلم. نسأل الله العافية. فانظر إلى هذا الشبر طوقه من سبع أراضين، وهذا فيه دليل والله أعلم على أن من ملك أرضا فإنه يمتلكها إلى سابع أرض ويملك هواءها إلى سبع سماوات. يعني إيه؟ يعني أنا دلوقتي الحتة دي بتاعتي يبقى أملكها لسبع أرض. فحفرت وجدت كنزا ملكي طالما أن هذه أرضي، والهواء هذا أيضا ملكي، لا يجوز لأحد أن يمر بشيء من فوق البيت إلا بإذني لأني أملك هذا الهواء. ومن هنا قال العلماء بصحة الطواف في الدور الأول والدور الثاني والدور الثالث وكذلك المسعى. ليه؟ لأن كل ده إيه؟ كل ده تابع لإيه؟ للأصل. يبقى اللي يملك شيء يملك هواءه. شو بص، يعني احنا مسجد ده مثلا هنبني 100 دور كل اسم مسجد، يبقى يصلي في الدور 100 زي ما يصلي في الدور مع وراء الإمام، لأن كل ده يملكه ويملكه أيضا إلى سبع أراضين. فالحذر من الظلم. من انظر الظلم في الأرض، من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين. متفق عليه. هناك حديث آخر لعن الله من غير منار الأرض. منار الأرض فسر بالحدود بين الأراضي. أنت ليك أرض هنا وأخوك لأرض هنا، في حد بينك وبين اسمه المنار. يجي واحد بالليل يقوم جاي محول الحد ده وياخد شبر. من ظلم قيد شبر. أو فسر المنار بالعلامات والدلالات بتاعت الطريق، يعني محطوطة كده علامة كده المتجه للقاهرة يسلك مثلا الطريق طوالي، أم جي واحد مغيره قال يسلك يمين، ده ملعون. لعن الله من غير منار الأرض. يبقى الحذر ثم الحذر من الظلم في الأرض. من ظلم قيد شبر، شوف قدر شبر، من الأرض طوقه من سبع أراضين. متفق عليه. وعن قيد وليس قيد شبر. قيد قيد شبر قيد شبر بكسر القاف، قيد شبر
وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي للظالم حتى فإذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. متفق عليه. إن الله لا يملي للظالم، يعني لا يمهله. إن الله لا يملي للظالم يعني ليمهله. فإذا أخذه يعني عاقبه بذنبه لم يفلت، يعني لم يفلت يعني لم يخلصه من العذاب. فإذا أخذه لم يفلت يعني لم يخلصه من العذاب. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. وكان بعث معاذ رضي الله عنه إلى اليمن، فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. وده دليل على أن الصلوات المفروضة هي 5 صلوات فقط، ليس هناك أي صلاة واجبة ولا أي صلاة فريضة غير هذه الصلوات الخمس. وهذا الحديث وغيره هذا دليل على الأحناف الذين يقولون بوجوب الوتر. صلاة العيدين الجمهور على أنها سنة مؤكدة، ومنهم من يقول أنها فرض واجب على الكفاية، واجب وليس بفرض. اللي يقول واجب بس واجب ليس بفرض، يعني تاركه يأثم. منهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة، يعني مقصودا الزكاة، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. يبقى تؤخذ من أغنياء المكان فترد على فقراء المكان. فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم. فإياك، هذا تحذير يفيد التحريم. فإياك وكرائم، مفردها كريمة، والكريمة إن كرائم الأموال نفائس المال. فإياك وكرائم أموالهم، ففيه ترك أخذ خيار المال. فالزكاة مواساة للفقراء، لكن لا يجحف بمال الغني. يعني هنا لو أنت الرايح المصدق ده راح يحصل الزكاة، لو هي إبل مثلا أو بقر أو شياه ما ياخدش الكريمة، ولا ياخد مثلا اللي هي الرديئة التي ليس لها لحم مثلا، وإنما الوسط، يأخذ الوسط ما ياخدش الكريمة من المال. وإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم، يعني تجنب الظلم لئلا يدعو عليك المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. متفق عليه. يعني ليس لها صارف يصرفها ولا مانع، دعوة مقبولة وإن كان عاصيا. خلي بالك، وإن كان عاصيا. فعند الإمام أحمد رحمه الله من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا، ففجوره على نفسه. وهذا سنده حسن. قال ابن العربي: إلا أنه وإن كان مطلقا فهو مقيد بالحديث الآخر،
إن الداعي على ثلاث مراتب. أي إنسان بيدعو دعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم، الله عز وجل إما أن يعجل له ما طلب، وإما أن يدخر له أفضل منه، وإما أن يدفع عنه من السوء مثله. يبقى أي إنسان بيدعو الله عز وجل يعطيه واحدة من ثلاث: إما أن يستجيب دعوته، وإما أن يصرف عنه من السوء، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها، أو أن يدخرها له يوم القيامة. لذلك العبد يحمل هم إيه؟ الدعاء، كما كان عمر يقول: إني لا أحمل هم الدعاء ولا أحمل هم الإجابة. هم الدعاء، الإنسان يحمل هم الدعاء، لأن أي دعوة تدعوها ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم يعطيك الله واحدة من ثلاثة. متفق عليه. وعن أبي حميد عبد الرحمن بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية، الياء مشددة، ابن اللتبية، اسمه عبد الله، اسمه عبد الله من بني لتب، بطن من قبيلة أسد. استعمله صلى الله عليه وسلم على الصدقة، يعني يأتي له بزكاة قوم. فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي إليه. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتي فيقول: هذا لكم وهذا هدية أهديت إلي، أفلا جلس في بيت أبيه أو أمه حتى تأتيه هديته، إن كان صادقا، يعني إن كان صادقا فيما يقول: والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامة، فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء. الرغاء اللي هو صوت الإبل، أو بقرة لها خوار اللي هو صوت البقر، أو شاة تيعر، تيعر من تصيح صوت الشاة. ثم رفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه فقال: اللهم هل بلغت. متفق عليه. يعني تكون يوم القيامة فضيحة، يلقى الله يوم القيامة يبعث ويحمل على كتفه، شوف بقى، لو خد مثلا جمل شايله على كتفه، والجمل ده عمال ايه؟ له رغاء صوته، ولو بقره شايلها وعماله الى خوار، ولو شاه شايلها وعماله تصيح. وهذا الحديث فيه التحذير الشديد من هدايا العمال التي يأخذونها بسبب عملهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: هدايا العمال غلول. فانظر لهذا الرجل رضي الله عنه، الرسول صلى الله عليه وسلم استعمله على الصدقة، يعني راح يحصل الصدقة من الناس وجابها وجه. ففي ناس عصروا هدايا، فهو أم يميزهم دي هدايا وهذه الصدقة. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: هذا لكم، هو ده إيه اللي أنا رحت أجيبه، ده الصدق، وهذا إيه أهدي إليه. فرسول صلى الله عليه وسلم خطف في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإني أستعمل، يعني أستعمل الرجل، يعني يستعمله في عمل، يجعله مثلا أميرا، يجعله مثلا رسولا عنه في شيء، أو مصدق يذهب ويأتي إليه بالصدقة من بني فلان. أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله تعالى.
فيأتي فيقول هذا لكم أو هذا لكم وهذا أهدي إلي أو هذا هدية أهديت إلي. فيقول صلى الله عليه وسلم أفلا جلس، أفلا جلس، هذا استفهام إنكاري، أفلا جلس في بيت أبيه أو أمه حتى تأتي هديته إن كان صادقا. يعني هو لو كان جالسا في بيت أبيه أو أمه هل هذه الهدية كانت ستأتي؟ لا، إنما جاءته بإيه؟ بسبب العمل، بسبب المسؤولية، بسبب الوظيفة. هذه الهدية جاءته بسبب العمل، بسبب الوظيفة، بسبب المركز اللي هو فيه، الكرسي اللي قاعد عليه. فهذه الهدية لم تأته إلا بإيه؟ بسبب. ما أهدوه إلا بسبب، وهو سبب إيه؟ سبب العمل، سبب الوظيفة. ثم يحذر صلى الله عليه وسلم من هذا الأمر الخطير فيقول والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامة، فلا أعرف أن أحد منكم لقي الله يحمل، شوف انظر، يحمل بعيرا له رغاء إلى آخر الحديث. وكذلك ومما يتعلق أشرح وكذلك مما يتعلق بهذا الأمر حديث عدي بن عمير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا إبرة فما فوقه كان غلولا خيانة، كان خيانة في المال في العمل، كان غلولا يأتي به يوم القيامة. فقام إليه رجل أسود من الأنصار كأني أنظر إليه، فقال يا رسول الله اقبل عني عملك. قال وما لك؟ قال سمعتك تقول كذا وكذا، خاف. قال وأنا أقول الآن من استعملناه على عمل فليجئ بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذ، وما نهي عنه انتهى. رواه مسلم. وكذا مما يتعلق بهذا الأمر حديث خولة بنت ثامر، يعني بنت عامر، الصحيح بنت ثامر، رواية الإسماعيلي بنت ثامر، حديث الترمذي خولة بنت قيس، وهي امرأة حمزة رضي الله عنهما. فثامر هذا لقب لقيس، اسمه قيس بن قهد، ثامر هذا لقب له كما قال ابن المدينة ابن قهد، قهد بالقاف، ابن قهد الأنصاري. فهي خولة بنت ثامر أو بنت قيس، وهي امرأة حمزة رضي الله عنهما. قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن رجالا يتخوضون يعني يتصرفون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. رواه البخاري. هذه الأحاديث تدل على مسألة خطيرة، وهي أنه لا يجوز لك أن تتربح من وظيفتك، ولا يجوز لك أن تأخذ هدايا من أحد بسبب وظيفتك. فالذي يجلس على كرسي ومسؤول وموظف من رئيس إلى أدنى موظف في الدولة، هؤلاء يسمون عمالا، يعني موظفين، وهم أمناء على ما تحت أيديهم من مال،
فلا يجوز له أن يتربح من وظيفته. أن واحد شغال في شركة يقوم جاي يقول لك اعمل صفقة، يجي فلان تعال أنا هجيب لك كذا، ومن تحت ومن فوق، وإنتوا عارفين الكلام ده، كل ده حرام. لا يجوز له أن يتربح من وظيفته، ولا يجوز أن يعمل عملين في وقت واحد. أنت موظف من 8 ل 2، تقوم جاي موظف من 8 ل 12 وتطلع بره تكمل في شغلانة تانية، أو أنت قاعد في الوظيفة دي وتشتغل شغل تاني، خاصة الآن الأونلاين. ما يبص، أنت أجير بالوقت، أجير بالزمن. الأجير بالزمن، الزمن ده ملك صاحب العمل. انت بتشتغل عندي من 8 ل 2، يبقى وقتك ده بتاعي انا، ومقابل كده هديك اجره كذا، غير الاجير المشترك. ايه الاجير المشترك؟ زي اللي بيفصل حاجه، يفصل بدل ولا هدوم، فبياخد من ده وبياخد من ده وبياخد من ده وبياخد من ده، اسمه اجير مشترك. لكن انت اجير بالوقت، اجير الزمن. يبقى لا يجوز لك أن تتربح من وظيفتك، أن تعمل عملين في وقت واحد، تتربح من هنا ومن هنا، أو أنك تخل بالعمل، خاصة القطاع العام. والقطاع العام ده مال الدولة، ومال الدولة ده اللي هو بيت المال، وهذا بيأخذ حكم مال اليتيم. مال الدولة ده بياخد حكم مال اليتيم، عارفين اللي ورد في حكم أكل اليتيم؟ شوف ورد في إيه الوعيد إيه؟ مال الدولة ده هو مال الشعب، مال الناس، تعددت به الذمم. يعني الذمة واحد، يعني في ممكن أخد منك أنت ده، يبقى أنت تسألني أنت المظلمة دي، إنما لما تاخد من الدولة تبقى الدولة كلها تسألك يوم القيامة، لأن المال ده بتاع مين؟ بتاع الناس دي كلها. الرئيس لما بنقول موظف فيه، المحافظ موظف فيه، الوزير موظف فيه، كل موظف متحد، ده ملك الناس دي كلها. يبقى أنت جيت اشتغلت وعقدت عقد إنك هتشتغل قد كده بقد كده بقد كده، يبقى تلتزم بالشغل، مش على قد فلوسهم بيزوغ ويهرب وما بيشتغلش وينام ويكسل وكده والكلام ده كله، يقولك على قد فلوسهم. لا يا حبيبي، انت لما جيت تشتغل في الاول مضيت عقد، هديك 1000 جنيه ورضيت، والشغل من كذا لكذا ورضيت، والمسلمون عند شروطهم، يبقى انت ملتزم بالشروط دي اللي انت وقعت عليها ووافقت عليها. يجي لك بقى واحد تاني، بقى انت قاعد على الكرسي بقى، انت اللي ممشي الدنيا، يقوم جاي لك من تحت الترابيزة عطيك التليفون ده، يقوم جاي عطيك الهدية دي عشان تمشي بالشغل. رشوة، اكل مال بالباطل، هذا ما تحصلت عليه الا بسبب الكرسي اللي انت قاعد عليه، بسبب الوظيفة، وإلا وقعدت في بيتكم مش هتاخد الهدايا ديت. إنما هو يعطيك هذه الهدايا ويلعنك 1000 لعنة، إن أنت معطل حقه، إن أنت واكله، إن أنت ظلمه، وهكذا. لذلك الرشوة ما دخلت في المجتمع إلا أفساد حياته الاقتصادية، لذلك ملعون، لعن الله الراشي والمفتش. لأن عياذا بالله آكل مال بالبطن. فالإنسان يخلي باله من المسألة دي، المسألة دي مسألة خطيرة جدا جدا، لأن شاعت وإن لله وإن إليه راجعون. وقاتل الله شيطان التأويل، لأن كل إنسان بيبقى خايف برضه من ربنا سبحانه وتعالى، يجي له شيطان يأول له، لا أنت أصلك ما عندكش حقك، أصلك أنت مش عارف، المفروض أنت بتتعب وبتشتغل، يا ما بتاخدش حقك، ويفضل يأول له عشان لحد ما يوافق ويبدأ ويقع في ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم يحذرنا صلى الله عليه وسلم من كل ذلك، كان غلولا يأتي به يوم القيامة.
إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق، يتصرفون في مال الله، ده مش مالك، ده مال الله، حتى لو كان ربنا عطاهولك أنت تروح تشتري بيه محرمات وتقول أنا حر في فلوسي، ده مال الله، أعطاك الله المال لينظر ماذا ستفعل فيه. ولن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع من ذلك، عن مال من أين اكتسبه فيما أنفقه بغير حق فلهم النار يوم القيامة. يبقى المفروض المال تحت إيدك ده إن أنت تتصرف فيه، تتصرف فيه على وفق يرضي الله سبحانه وتعالى. فالحذر، ثم الحذر من هدايا الهدايا، هدايا العمال غلو. تستخدم في الشغل بمعنى ما هو عطالك عشان تمشي له حاله، لا مش عشان مشروع حاله العيال الشغل. نعم، أحيانا يتوظف بعد ما ينتهي فرض الشغل خلاص كده مرتاح. أول كل حاجة بلا كم من مرتاح الشخص ده، ده بيتخلص من ظلم وقع عليه. المسألة هذه مسألة خطيرة جدا. واخد معنى واجب ضيافة، انا ما افتش تأمينات ونروح لجهات حكومية بينه وبينهم شغل وشاكين بعض وموديهم نيابة، ما فيش مشكلة باخد حقي تلت وتلت وهم عارفين كده، واروح يمينات الدنيا لازم يعملوا حاجة نشرب، مرة أشرب مرة ما أشربش مرة، وبقول لهم شكرا بس لازم يعمل حاجة، ده واجب ضيافة. هما لما بيجوا عندي في المكتب بحلف عليه برضو لازم أعمل. كلم على الهدايا، الهدايا هذا أهدي إلي، هذه هدية أهديت إلي بسبب العمل، بسبب العمل، فهذا هذا لا يتسبب في ذلك. إلا بقى الأمور اللي هي يعني ليس لها أي علاقة بالعمل، ولن إلا يعني لذا فلان جالك عشان جاب لك هدية تبقى أنت مخلصت العمل، أو تخليه رقم واحد وتخلي الناس الثانية رقم اثنين، أو لو أنت حسيت بحاجة زي كده ما تقبلش حاجتي. يبقى أنت ما تظلمش حد. وتذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا قال اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق بهم. خلي بالك قاعد على الكرسي ده عشان ترفق بالناس، مش عشان تشق على الناس. هتشق على الناس الرسول صلى الله عليه وسلم دعا عليك، لما ترفق بالناس الرسول صلى الله عليه وسلم دعا لك. من شق عليهم، من شق الله، شوف الله من شق على الله من شق على أمتي فاشقق عليه، ومن رفق بأمتي فارفق به. فالله المستعان. ده باب واسع، كل واحد يبقى عنده موضوع. احنا بنذكر ايه؟ احنا بنذكر قواعد عامة، لكن كل واحد عنده موضوع، عشان انا عارف الموضوع ده، عشان كده بشدد في الكلام. الموضوع ده منتشر وفاشن. الله المستعان، وربنا سبحانه وتعالى احفظنا واياكم من الحرام، وان نخرج من هذه الدنيا سالمين. هم شيء يا اخوة الواحد يخرج سالم. شك ياما، شك ياما، لازم انت الشوك ده تتقيه وتنجي نفسك منه. والله المستعان. نعم، انا اعرف كثير من الناس المستشفين بالصورة دي، والله حالتهم المادية اصعب ما يكون،
طبعا. لما نبص للدخل المادي دخل رهيب، دخل فلوس حرام من كل الجوانب. صحيح. في الاخر ممكن حياته تخرب مصيبه، تخرب بضيعه. أعوذ بالله. بس إدمان ده كان من هذا كثير، لأن الحرام لا يبارك فيه. ده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يبارك فيه، وإن تركه خلف ظهره كان زاده إلى النار، ولو مات وسابه وراه يبقى زاده إلى النار. نعوذ بالله. نسأل الله العافية. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم.